قبل ما نبدأ الفيديو كده تصلي على النبي في قلبك يا مساء الفل. ده انت وزة قليلة الأدب صحيح، ما تسيبي لغاليغي الواد في حالها. بص كده دقيقة معايا يا صاحبي وشوف الاختلاف بين الصورتين دول. الصورة دي قبل التظبيط، أما الصورة دي بقى بعد التظبيط. ده برنامج هسيبهولك في الكومنتات بيظبط لك الصور قوي، نزله وظبط صورك وادعي لي. اللي بعده يا اسطى، بص قدامك وانت ماشي. ايه يا اسطى، انت حاطط كيس بلاستيك في التوتة ولا ايه؟ ليه كده؟ يلا يا ابن المؤذية، خرمت له التوتة بتاعته. ويقول لك الصينيين اذكى ناس في العالم حتى الاطفال، ما هو واضح قوي اهو. انت عارف ده لو مصري كان زمانه كسرها اصلا. مش مشكلة يا اسطى، خدها انت بقى ماشي. يا ريتك ما لحقته. انت بتحس بعد الهنا بسنة ولا ايه؟ مش فاهم. بتنكشها ليه يا غبي؟ انتوا تطلعوا بره كلكم، سلام عليكم.